ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإلا فإن النفس وحديث النفس والقراءة في النفس لا يقال لها قراءة، وإنما القراءة تكون بتحريك اللسان والشفتين، هذه القراءة لا تكون بكل إنسان يعني يطبق شفتيه ويثبت لسانه ثم بعد ذلك يستعرض. قد يستعرض الإنسان القرآن ويأتي على باله يعني مرتبا، ولكن لا يقال هذا قراءة قرآن. قراءة القرآن لا بد فيها من تحريك، ولهذا جاء في القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فكان عندما يلقيه جبريل عليه يحرك لسانه يخشى أن يفوت شيء، فالله عز وجل قال له لا تحرك لسانك، وإذا انتهى جبريل فإن أنه يكون قد حفظ ذلك الذي ألقي عليه، فليس بحاجة إلى تحريك اللسان. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون وراءه في الصلاة السرية ويعرفون قراءته باضطراب لحيته، يعني العوارض والجوانب اللي يعني لكونه يحرك يعني شفتيه ولسانه في اضطراب اللحية ما يكون إلا عن طريق التحريك، فهذه القراءة السرية. وأما حديث النفس ما يقال له كلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل.